أكشمي وكتير كمان. هي رح تتأكد إنه فيكرانت مناسب للزواج، وبعدين مين ما كانت هديك البنت يلي عم يشوفها رح يقطع علاقته معها أول ما يتزوج وما عاد يحاكيها. لاكشمي، شو قصدك أنتي؟ ليش مانك مصدقة شو عم أحكي؟ عم أحكي الحقيقة، فيكرانت ما بيستاهلك أبداً. أنا شفت كل شي بعيوني ولازم توثقي بحكي. لاكشمي، طيب ماشي، إذا ما بدك تصدقيني على راحتك مو مشكلة. هلأ المهم خلينا نشوف مين رح يقدر يزوجك لفيكرانت. أنا ما رح أسمح لك تتزوجي لو شو ما صار. ريشي؟ لا أمي، أنا حكيت وما رح أتراجع. شو ما صار لاكشمي ما رح خليها تتزوج. فيكرانت ما رح يتزوجها بحياته. طول ما أنا عايش هالشي ما رح أسمح يصير. لاكشمي ما رح تتزوج فيكرانت. ريشي؟ لا وقفي بترجاك. أنا جاهزة كمل بالزواج. رح أتزوج فيكرانت وما بتراجع. لاكشمي، هذا قراري لإلي وأنا جاهزة أتزوجه. بس فيكرانت ما رح يرضى يتزوجي. إذا ريشي ما اعتذر من فيكرانت هو ما رح يكمل بالزواج. ما في داعي ريشي يعتذر منه أبدا. شو هالحكي؟ معناتها ما استفدنا شي. فيكرانت رح يفسخ الخطبة إذا ما اعتذر منه. أنا رح أتفاهم مع فيكرانت. لاكشمي، هذا اسمه جنان. شو صاير لك؟ أنت ليش ما عم توثقي فيني؟ شو؟ أنا ولا مرة اضطريت أقول لك بشو عم فكر، لأنك دائما بتعرفي من حالك كل شيء. ليش هلا ما عم تفهميني؟ ريشي بترجاك سكر على هالموضوع هلا. بترجاك خليني انخطب. بترجاك ريشي بدي اتزوجه. لاكشمي، أنا شو قلت؟ ما عاد رح أسمع من حدا بنوب. ما عاد رح أسمع منك كمان. بدي أشوف مين رح يقدر يزوجك لفيكرانت وأنا موجود بهالبيت.